خط الكحل اللي في اول العين اللي انا احطه، وبرضه هستخدمه من عند فاتن كوزماتكس لان هو ثابت، فهينفع انه اشتغل بيه على اول العين. هشد عينيا وبس هطلع الكحل لبره. هتلاقوا الحركة دي رسمت لكم وينج بيكون شكله طبيعي جدا. شدي عينك بالشكل ده، نفس الحاجة وهدمج اللون الاسود